السلام عليكم، مرحبا بكم. فيديو جديد، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ هو هذاك ان شاء الله يا ربي تكونوا في احسن الاحوال. المهم فيديو اليوم ديال بيم، وجمعت لكم بزاف ديال الهميزات اللي غزالين غادي تستافدوا منهم. منهم معنات، كاينين اجهزه كهربائيه، المهم كاينين شي حويجات لي جدادين اول مره غادي ندوزهم لكم في هذا الفيديو. المهم ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه في طبيعه الحال فضلا ليس امرا، وبارطاجيو مع الناس اللي كتعرفوا باش حتى هما يستافدوا. نبداو على بركه الله بهاد العصارات هادو ديال الليمون اللي داير اليوم 7 دراهم كما شفتوا الثمن في الاول. هنا كاين هاد الباك هادو اللي فيهم ثلاثه، كيصلحوا مثلا الحبوب، العطريه، لاي حاجه. داير اليوم 35 درهم، فيهم ثلاثة ديال البواطات بالغطاية ديالتهم، وفيهم معلقة من الداخل. وبالنسبة لهاد البواطات جاو بحال هكا شفافين، أو كتيكون الشكيل ديالهم بالبيج، وداك الكري اللي تيكون غامق. كاين هاد الشكيل هذا اللي دايرين ليه 25 درهم، زويون بزاف. كاين في هاد اللون هذا اللي غوز، وفهاد الشكل وكنوريكم واحد اخر في البيج وفيه بحال داير شكيل وريضه. مهم هادو راه ديال الزاج وتبارك الله راهم تقالين. وهذا الشكيل الاخر هذا عجبني بزاف صراحه. مهم كل واحد ياخذ داكشي اللي يبغى. وهنا كاين هاد التبصيل هذا اللي كبير وغارق، دايرين ليه 30 درهم. الزاج ديالو ثقيل تقريبا بحال ديال البورسلين، وجا بحال كان فيه دوك الخطوطه. الشكيل ديالو مزويون، هانتوما العبار ديالو. حبسوا لا فيديو باش تقراوهم على خاطركم. هنا كاينين ثلاثه ديال الطبيصلات دايرين 50 درهم، كاينه الصغيره، كاينه المتوسطه، وكاينه الكبيره فهاد اللون هذا اللي بحال هكا بلوسيل، وكاين حتى البيج فيهم تقريبا. مهم انا بان لي هذا اللي في البلوسيل بحال هكا محلول، وقلت نبارطاجيه معاكم. كاينه هاد الفراقه ديال الحلويات والكيك اللي كتركب، كيكونوا فيها جوج طبقات، دايره 60 درهم. اللون ديالها كيف ما شفتوا في البيج. المهم انتم شفتوا التصويره فيها، وهذيك العصيه باش كتركب راه كاينه لداخل. هنا كاينه هاد المجموعه ديال الحلويات اللي كيستعملوا بزاف، مثلا الناس اللي كيصاوبوا الحلوه، اللي كيصاوبوا الكيك، المهم اي حاجه. هذه الثمن ديالها 45 درهم. فيها دوك المعلقات ديال العبار، كاينه صفايه، كاينه بحال هكا واحد البول كبير اللي مثلا ديروا فيه الدقيق ولا اي حاجه. كاينه هاد البواطه هادي ولا دايره بحال شي صنيديقه كتحل وتتسد. قلت نبارطاجيها معكم حتى هي الا كان شي حد كيعجبو بحال هادو. وهنا كاين هاد التفصيل هذا اللي جا بحال هكا ترونسبارون، الثمن ديالو 30 درهم كيف ما شفتو مكتوبه. الزاج ديالو زوين صراحه، وعطي واحد الديكور، واحد المنظر غزال، والثمن ديالو صراحه ناقص. كاين هاد الباك ديال الكيسان دايرين ليه 45 درهم، عقلتو هادو شحال كانوا زايدين اليوم في الثمن. تبارك الله من 79 درهم ل 45 درهم، شويه غيديروا اليوم 25 درهم. المهم راه باقيين فيهم، الا كان شي واحد باغيهم يمشي وياخذهم. كاين في هذاك اللون القهوي، وكاين في هذا اللون هذا الزرق، صراحه انا عجبني الزرق بزاف. كاينه هذه اللي كتعمروا فيها مثلا هذه الكريب ولا البانكيك، داك اللي كتكون سائل وكديروها كتبركو على البلاصه اللي كتشد فيها اليد بحال الطريقه اللي كندير انا، باش كيتكب لكم الخليط من التحت. الثمن ديال هادي دايرين ليها 35 درهم. كاينه هاد القريعه ديال الانوكس اللي دايرين ليها 45 درهم. الشكيل ديالها صراحه هو زويون، وبقاو فيهم غير شي وحدين قلالين. هادي اللي كنت هزيت لاحظت بانها كانت معوجه، الا لاحظتوا معايا حتى نتوما مزيان. كاينه هاد السوبيره دايره 90 درهم، كتهز تبارك الله 3 إترو. مهم راه رمضان راه قريب، ما بقى ليه والو، استغلوا الفرصه. اللي خاصها شي سوبيره تشريها، اللي خاصها شي زليف تاخذهم. مهم هي جات بحال هكا في هذا اللون الابيض، انا اصلا عزيز عليا اللون الابيض، انا كيجيني اللون الابيض صراحه كيواتي اي حاجه في الطبيله.
يعني تيعطي واحد المنظر غزال بزاف. وهنا كاينه هاد البريصه ديال الحلوى اللي دايره 50 درهم، كتخرج لكم شكلة الحلويات بحال اللي شفتو معايا في التصويره. هادي راه ديال اينوكس، مهم اللي موالفين يستخدموا هادي ولا كيخدموا بها. ها هي الثمن ديالها حتى هي صراحه مناسب بزاف، وفيها هاد لي زاكسيسوار ديالها. وهنا كاينه هاد الشبيكه هادي اللي فيها داك الثوب، دايره 75 درهم. هادي تاهي جديده ديال الخبز، الشكل ديالها تا هو زويون عجبني بزاف، شي حاجه اللي جديده ما موالفينش نشوفوها. وهنا كاين هاد البول اللي كبير، داير 30 درهم. الشكل ديالهم زويونين حتى همايا، الا لاحظتوا بزاف جابوا من هادو، يعني شي حاجه جديده ديال هاد العام ما كانوش من قبل. وهذا العبار ديالهم الا كنتو بغيتو تشوفوه مزيان. وهنا كاينه هاد الطنجره ديال القلي اللي دايره 130 درهم. هذه لا مارك ديال بونيرا، فيها ثلاثه البياسات، كاينه ديك الطنجره اللي في اللون الاحمر، كاينه الغطايه ديالتها اللي هي ديال الزاج، وتتكون ديك الشبيكه من تحت اللي كديرو. باش عجبتني هذه اللي كتكون يعني لاصقه مع الطنجره من تحت، يعني ماشي طالعه باش ما تاخدش ليكم الزيت بزاف. وهنا كاين هاد الباك ديال العطريه اللي داير ليه 199 درهم. هذا حتى هو جديد، يلاه جابوه، جا في هاد اللون الكحل. بالنسبه للقريعات راهم ديال الساج، غنهز لكم وحده وتشوفوها معايا مزيان. القريعات جاو طوالين، في الاول انا فاش شفتو نبعي صحاب ليا شي قريعات قصارين، بالعكس كانوا طوالين، وهذه واحد الحاجه زوينه اللي هز لكم بزاف ديال العطريه. وتبارك الله راه فيها 12 قريعات. كاينه هاد البيجاما داير لها 120 درهم، هادي ديال البنيتات، ديال البنيتات الصغار، بالسروال ديالها. هانتوما الشكل ديالهم زوينين، التوب ديالهم صراحه غزالين. وراه كاينين حتى ديال الكبار، يعني راه ماشي غير ديال البنيتات الصغار، كاين حتى ديال العيالات الكبار وديال الرجال. كاينه هاد البانطوفه ديال الصغار دايره 27 درهم، والكبيره دايره 30 درهم، يعني الناس ديال الكبارين دايره 30 درهم. وكاين هاد البينوار اللي دايرين ليه 179 درهم. الشكل ديالو التوب ديالو حتى هو زوين، وجاو فيه هاد الوريضات يعني مطروزين من جهه العنق. وكتيكون الشكل ديالو. وهنا عندنا هادي ديال بوبيل دايره 80 درهم، جات في هذا اللون هذا اللي بيج، وفيها روايد من تحت كدور. شوفوا الشكل ديالها كي داير من اللور حتى هو. وهنا اخر حاجه عندنا، هذه قلت نبارطاجيها معكم، ممكن شي واحد يبغيها. هذه اللي تتعلق وكتركبوا فيها، كتولي دايره بحال الدواحه. المهم خليت لكم راحه، تلاقاو شي فيديو اخر ان شاء الله. نهاركم مبروك، في امان الله، باي باي.